تتميز سلطنة عمان وتتفرد بكنوز من الحرية من البحرية والبرية الفريدة ومواقع لم تكتشف بعد. تم توثيقها في فيلم تسجيلي عن البيئة العمانية الساحرة ضمن فعاليات مشروع عمان تحت المجهر. طبعا لإطلاع العالم على ما تحتويه عمان من كنوز وروائع، تم دعوتنا إلى زيارة السلطنة واكتشاف البيئة العمانية المميزة والساحرة من خلال جولة لأهم المواقع السياحية والأثرية في عمان. ميس الكراد كانت في مسقط وعدت لنا التقرير التالي، نتابع. عمان تحت المجهر، فكرة ولدت عام 2014 لاستكشاف خبايا الطبيعة في سلطنة عمان وزيادة الوعي لحماية البيئة. الهدف من هذه الرسالة توعية الناس على الحفاظ على البيئة البرية والبحرية والفطرية، لأنه نحن كبشر نتنفس من هذه الكائنات. من خلال فيلم وثائقي استغرق العمل عليه مدة سنتين، تخللتها الكثير من التحديات والمواقف الصعبة لتكون النتيجة افتتاحاً فخماً في دار الأوبرا السلطانية العمانية وبحضور كبار الشخصيات. كشف الفيلم روعة التاريخ الطبيعي في عمان، فهو رحلة ملحمية لجميع مناطق السلطنة. تم من خلاله استعراض بعضا من أندر الكائنات الطبيعية وأكثرها ندرة في العالم. وبما أننا كنا في العاصمة العمانية مسقط، كان لابد من اكتشاف روعة وأصالة السلطنة من خلال عدة جولات سياحية اكتشفت من خلالها أسرار وعبق التاريخ العماني العريق. البداية كانت من مسجد السلطان قابوس. لا تكتمل زيارة العاصمة العمانية مسقط دون زيارة هذا الجامع الذي أمر ببنائه السلطان قابوس هدية منه للشعب العماني. استغرق بناء هذا الجامع 6 سنوات قبل أن يفتتح أبوابه للمصلين عام 2001. تصميم المسجد يتميز باحتوائه على مختلف الفنون المعمارية والجداريات، يحتضن في تفاصيل بنائه جميع فنون الحضارة الإسلامية. هو تحفة معمارية في قلب العاصمة مسقط. هذه الثريا هي ثاني أكبر ثريا في العالم. استغرق تصميم هذه الثريا وتنفيذها أكثر من 4 سنوات. صراحة نفتخر في هذا الإنجاز الكبير، أنه المسجد يأتي إليه السياح من جميع أنحاء العالم، وطبعا في مناراته الخمسة التي تمثل الأركان الخمسة للإسلام. طبعا التسامح الديني مثل ما اشتهرت به سلطنة عمان، الأبواب مفتوحة للجميع لدخول هذا المسجد سواء كان مسلم أو غير مسلم. تم تزيين قاعات المسجد بأشكال مختلفة ومذهلة من الفسيفساء الملون الجميل. يصل عدد قطع الفسيفساء المستخدمة في تزيين المصلى الرئيسي ما يقارب 8 ملايين قطعة، وهي تشكل مشهدا مذهلا ومثيرا للإعجاب. وبما أننا في اليوم الأول من زيارتنا لعمان، كان لابد من تجربة الطعام العماني الشعبي. زرنا مطعم روزنا، هو أيقونة في عالم المطاعم الشعبية العمانية ونقلة نوعية في الحفاظ على التراث. المطعم عبارة عن قلعة تراثية تأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن ليعيش في تفاصيل بنائه تاريخ عمان العريق. عشنا تجربة المأكولات العمانية في أجواء تراثية. طبعاً الرائحة ما فينا نوصفها بالكاميرا وما فينا نحكي عن الرائحة، بس فينا نوصف المشهد إذا صح التعبير. فينا نوصف المشهد، المشهد رائع، مجموعة أكلات عمانية تقليدية قدامي على الطاولة. بحب أعرف أكثر طبعاً عن ثقافة المطبخ العماني، عن الأكلات الشعبية والمشهورة العمانية. المطبخ العماني متنوع كثير، متنوع بتنوع تضاريس السلطنة وأماكنها المختلفة.
قد الأكلات تتشابه في بعض المناطق في المسميات، لكنها في التذوق تكون مختلفة. إذا زرتم عمان عليكم تجربة طبق الشواء. هو الطبق الرئيسي، لكن هو طبق مناسبة العيد، العيدين وليس العيد الواحد، لأنه له طقوس معينة في الطبخ وله طقوس. أنا عرفت أنه اللحم بيتم دفنه تحت الرمل لمدة 18 ساعة. مش تحت الرمل، هو تنور حفرة تحت الأرض أحيانا تتسع إلى 200 خيشة كبيرة، يعني الحي كامل أو القرية كاملة عندهم تنور كامل يدفنوا فيه الشواء في الليل. انتهى اليوم الأول من تجربة عمان تحت المجهر، كانت رحلة استثنائية استطعنا من خلالها اكتشاف عبق وروعة الحضارة العمانية.